مرحبا بكم أنتم على قناة رو موزايك. أرجو أن يجدكم هذا الفيديو وأنتم في أحسن أحوالكم، أنتم وكل من تحبون. طبعا لا يفوتني أن أذكركم بأنه يفصلنا أيام قليلة عن الإعلان عن الفائزين بالقراءة الخاصة، والذين هم أكثر المشتركين في القناة إعجابا بالفيديوهات وتعليقا عليها ومشاركتها مع الآخرين، فأتمنى لكم جميعا التوفيق. فيديو اليوم عن التعويض الإلهي، عن الظلم والخيانة. كيف سيكون تعويض إلهي على الظلم الذي طالكم والسحر الذي طالكم؟ وما مصير هذا الظالم؟ هل سيدفع ثمن ظلمه لي؟ هل سأخذ حقي منه؟ ما مصير الظالم؟ ولهذا عدنا مجموعتين. المجموعة الأولى بالتارو رايدر ويت، معروف مشهور. القراءة الثانية بتارو روبن وود، أيضا مشهور. إذا القراءة الأولى بهذا التارو رايدر ويت، أو بأول حرف من اسمك أنت، لأن التعويض الإلهي سيصيبك أنت بأول حرف من اسمك أنت. المجموعة الثانية بهذه الأوراق، أو أول حرف من اسمك أنت أيضا. وتريدون أن توقفوا الفيديو لكي تختاروا؟ أوقفوا الفيديو. إذا لنبدأ مع المجموعة الأولى والذي نختار تارو رايدر ويت. إذا كيف سيكون التعويض الإلهي عن الظلم والخيانة وعن السحر؟ هل سيدفع ثمن ظلمه؟ هل ستأخذ حقك منه؟ وما مصير هذا الظالم؟ الأول نرى طاقتك، الأوراق تطير. تطير بشكل غريب. يلا، ما هي طاقتك الحالية؟ تطير الأوراق. واو، هذه الطاقة سبحان الله كأنها تريد أن تقول لك في أن هناك فارس قادم إليك، إنه فارس الأكواب، فارس الحب، يتقدم إليك وفي يده باقة ورود. هذه ليست طاقة، هذه ربما هذا هو التعويض. حسنا، نأخذها كلها، نأخذ الهدية، the gift، نأخذها كلها، لا نترك ولا شيء، نحن نتحيل الفرص لنأخذ هدايا من الكون. إذا أنا أرى فارسا قادما يحبك، جنتلمان يحمل الورودة في يده، الورود الحمراء، وعلى حصان جواده الأبيض، ورسالة الحب ها هنا، ترونها؟ وأنت الآن، لنذهب إلى الطاقة الآن. هذا الشخص للأغلب منكم، هذا الشخص الذي ظلمكم شريك عاطفي، لأن الجزاء من جنس العمل. إذا كانت التعويض الإلهي شيء عاطفي، فكان الظلم من العاطفي أيضا، من الشريك العاطفي. بعض منكم إذا اتهد الظالم كان شريكا عاطفيا، وأنت الآن طاقتك يعني نازلة، وربما عندك تعلق بهذا الشخص، ما زلت تفكر فيه وتفكر فيه وتفكر فيه، تفكر فيه كثيرا. ربما لست تفكر فيه بطريقة عاطفية، وإنما في الظلم الذي أصابك منه. حسرة عندك، حسرة على الأيام، حسرة على الأوقات، السنوات ربما التي قضيتها مع هذا الشخص. تقول يا حسرة على الأيام، عن الحب الذي كان يعدني به، عن الحب الذي كان يغرقني فيه. لا شيء مما وعدك به هذا الشخص حققه، ولهذا عندما تتحسر تتذكر
أقواله، ماذا قال لك، ما فعل لك. ظهرت كل الطاقات هنا، كل الطاقات، يعني الأذى، أذى هذا الشخص. كيف أذاك؟ هذا الشخص غير ناضج، ليس ناضج عاطفيا، ما زال الطفل، رغم أنه رجل، ربما قد يكون شخص كبير في السن، ربما قد يكون رجل ناضج، امرأة ناضجة، ولكن في عقله ما زال شاب، ما زال مراهقا، ما زال طفلا، مع ليس لديه الرصانة، ليس لديه التفكير السوي. كان هذا الشخص قد كان يغار منكم، يغار منكم، يغار من نجاحاتكم، يغار من، حتى لو كنت أنت شخص يعني عادي، ربما امرأة ماكثة في البيت، ربما رجل عادي لم يحقق شيئا كثيرا، إلا أن كان هذا الشخص يغار منكم، من إنجازاتكم، ربما يغار حتى من عقلكم وتفكيركم، كيف تفكرون، ربما عندكم مرح، مرحين في الحياة، وكان يغار من هذا المرح وهذه السعادة التي كانت لديكم، وكان يجرحكم بالكلام، كان كلامه جارحا جدا. لهذا هذا الشخص كان يعدكم بكلام معسول، يقول لكم كلاما، الكلام مثل الهواء، انظروا مثل ما نرى هنا، بيج اوف كابس، كلام، مجرد كلام يسبح في الهواء، لا شيء حقيقي منه، كلام في كلام، كذب، الكذب أغرقكم في الكذب. وفي الأخير تخلى عنكم هذا الشخص، كان يعدكم بأشياء كثيرة وتخلى عنكم، يغار منكم، يحاول أن يكسركم، يكسر إرادتكم. أفواه ظهرت هنا كثيرا، للبعض منكم قد حصل الطلاق، قد طلقكم هذا الشخص، كان رجلا، البعض منكم هذا الشخص كان رجلا وطلقك وأنت حامل، طلقك وأنت حامل، والآن قد تخلى حتى عن طفله. البعض الذي كانت سنوات، هذا الطلاق حدث له سنوات وأنجبتي، تخلى عنك وعن الطفل أيضا، عن العائلة. البعض هناك تركك وأنت حامل، والبعض حتى أطفاله تخلى عنهم، بينكم أطفال. ظهرت هنا السبعة سيوف، الغدر والخيانة، ربما طعنكم وغدركم، كان مثل الغراب، ليس لديه أي مبادئ، ليست لديه أي، ليست لديه شهامة، شخص ندل، يعني ندل. البعض منكم أيضا تركك هذا الشخص لأجل طرف ثالث، تركك هذا الشخص للرجال والنساء، تركك هذا الشخص من أجل طرف آخر، وطعنك ورحل إلى جهة أخرى، جهة ستكون طرفا ثالثا. يعني هو خائنة ولن يلتقي إلا بالخونة مثلها، تأكد من هذا، ما هو التعويض الإلهي، تعويض الإلهي. الله، شوف سبحان الله، ظهرت الدسان، ظهرت هنا بطاقتان من الأركانة العظمى، دسان يعني الشهرة، النجاح، أنت الشخص أصلا عندك شهرة، الناس يحبونك، محبوب، سواء في العمل، سواء في العائلة، في البيت، محبوب جدا، مشهور جدا، يعتدى به بأقوالك، يعتدى به بأشياء التي تقولها، يأخذون بنصيحتك. وظهرت الستة نقود، الكرم وغيره، ولكن هنا التعويض الإلهي أراه، هنا التعويض في عمل، ومن جانبها، من الجانب المادي،
وأنت أيضا قد غرقت في الحزن، هناك الجادجمنت، يعني غرقت في الحزن، في الأغهر، في الأحزان. هناك 20، هناك 20، 19 هي 20، وفي الآخر هما اثنان، رقم اثنان، 20 هي رقم اثنان. حسنا، ظهر الجادجمنت هو نداء الروح. إذا أنت عندما حصل لك هذا الظلم، هذه الخيانة، هذا الغدر من هذا الشخص، غرقت في السوداوية، في الحزن، ربما في الاكتئاب، يعني كان الألم كبير جدا جدا جدا. ويكون هذه ظهرت في الطافي التعويض الإلهي، أنك جادمنت، هناك هي نداء الروح، روح تناديك لكي تستيقظ، استنارة، تحقق استنارتك، استنارتك تحقق استيقاظك، يعني في هذه، مع هذه البطاقة، كل حسب المرحلة الروحية التي وصل لها. هناك من وصلوا إلى مرحلة روحية متقدمة، فهذه استنارة، استيقاظ، وعي، وعيك سيكون عظيم، ستصبح تصل إلى مرحلة عندما ترى الشخص تفهم ماذا يريد أن يقول، ماذا ينوي، ما هي مخططاته تجاهك، يعني وعي، بصيرتك مفتوحة، تفهم الشخص بمجرد أن تراه، تصبح عندك تقرأ حتى سمات وجوههم. كيف نسمي ذلك؟ عندها اسم، تذهب للاسم ثم يأتي، تقرأ تفاصيل وجهه عندما أتذكر، سأخبرك، لأنك صار عندك وعي عظيم 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 للمرحلة، للناس الذين وصلوا لمرحلة ما متطورة روحيا. الأشخاص الآخرين العاديين الذين مراحلهم الروحية لا تزال في بدايتها، هذه النداء، ستستيقظ من حزنك، من هذا الألم الذي وصلت له، قوي، تصبح أقوى، تصبح لا تصدق الكلام المعسول، لأن هذا الشخص كان يقول لك كلاما معسول وأنت صدقته، لا تصبح تصدق الكلمات المعسولة التي تسمعها من الأشخاص، خاصة الذين يريدون أن يتقدموا ويقتربوا منك عاطفيا، لا تصدق الكلام، لم تعد ساذجا، بمجرد أن يأتي الشخص خلاص تصدقه. الآن ترفع سقف توقعاتك وتطلعاتك من الشخص، يصبح عندك استحقاق، مش أي شخص ترضى به، مش أي شخص، تصبح تسأل كثير من الأسئلة، تصفي هذا الشخص، تغربله، تغربل هذه الأشخاص الذين تلتقي بهم، حتى تأخذ شخص، لأنك تعلمت، لأنك أخذت ضربتك وتعلمت الدرس. هذه إذا التعويض الإلهي الذي يظهر ها هنا، هنا تعويض في الأموال، ستصبح عندك وفرة مالية، وأيضا استيقاظ روحي والنجاح، النجاح. تمام. مزيد. أيضا من التوفيق أو التعويض الإلهي، تعويض بشريك، شريك عاطفي، متفهم، حنون، شخص يعرف قيمة المرأة إذا كنت امرأة، أو امرأة تعرف قيمتك إذا كنت رجلا، سيكون بينكما التناغم، ربما يكون توأم روح، هذا الشخص قد يكون توأم روح، لأنه يعني ظهرت الطاقة وظهرت أيضا ها هنا. بالنسبة لهذا الشخص ظهرت 8 سيوف، يعني بقدر ما سيعوضك أنت بالخير، سيصيب هذا شر أعماله، مثل ما نرى هذا الشخص هنا، تظهر المرأة في المرآة مقيدة، الغربان حولها، ولا ترى، يعني كل شيء سيصبح ظلاما أمامها. هذا الشخص إذا تركك من أجل شريك عاطفي ثالث، فهناك سيكون هذا الشريك خائن مثله، سيخونه هذا الشخص، سيكون معه هذا الشخص معصوب العينين، هذا الشخص الثالث ربما هو ساحر أو يقوم بأعمال سحرية وسفلية، بس من بين الأعمال التي سيقومها السحرية أنه سيغمض عيني هذا الشخص عن الحقيقة،
ويكبل حتى يديه لا يستطيع أن يقول أو يفعل أي شيء، وهذا شخص خائن وسيغدر به وسيطعنه. هذه هي، هذا هو التعويض الإلهي. والآن سنأخذ بطاقات الملائكة. قبل بطاقات الملائكة، ما دام ظهرت التعويض فيه شريك عاطفي، نأخذ بطاقات الحب لنرى. أنا كنت أريد أن آخذ بطاقات الحب. Say optimistic about your love life. Positive thinking and faith will bring you romance. ظل متفائل حول الحب، لأنك أنت قلت غلقت في الكآبة. ومن بين التعويض الإلهي أنك ستصبح عندك وعي وتطور روحي كبير، وتصبح تغرب الآخرين، ربما حتى أنك لا تثق في الكلام الكثير، كلام الكثير. لكن رغم ذلك ظل دائما إيجابيا ومتفائلا حول كل ما يخص عن حياتك العاطفية، لأن التفكير الإيجابي والإيمان سيجلب لك الحياة الرومانسية. هذا التعويض تأكد بأن الحياة الرومانسية مع الشخص المناسب ستأتي. قد أكدت لك البطاقة هذه التعويض الإلهي فيما يخص الشريك العاطفي. سأخذ بطاقتان. ثلاث بطاقات. Vous avez un esprit d'entrepreneur et votre demain regorge de possibilités magiques. Possibilités magiques. هنا تقول لك عندك الروح المقاول، روح رجل الأعمال أو امرأة الأعمال، لأن التعويض هنا كان في النقود. فعلا تقول لك أنا ستكون عندك أصلا أنت هذا الداخل، أنك رجل أعمال أو امرأة، سيدة أعمال، مقاول، عندك مؤسسة، عندك هذا الشيء في داخلك، وهذا ما سيكون في التعويض الإلهي. وهذا الشيء سيجيب لك، يحضر لك الكثير من الفرص والوفرة، الوفرة المالية، التعويض في الوفرة المالية. Simplifiez-vous la vie, la maison, votre travail, afin que l'énergie circule mieux. كن يعني بسط الأمور، سهل الأمور، وابعد عنك كل الأشياء السلبية في البيت أو في العمل. حط نفسك دائما أحيط نفسك بالأشياء الإيجابية والتفاؤل، كن متفائلا وسعيدا. السعادة تجلب السعادة، السعادة تجلب المال، والسعادة تجلب الحب. عندما أنت تكون سعيد، ثم اكتشف، regardez les différentes possibilités qui s'offrent à vous. انظر إلى الفرص الكثيرة والمختلفة التي تقدم لك. عندك أنت فرص كثيرة، فرص في الحب، فرص في العمل، انتبه إليها وانتهزها. C'est le moment idéal pour faire des changements. هناك تغييرات ستحدث، كن مستعد لهذه التغييرات. سأعطيكم الفأل، فألكم. يوجد فأل. من أحب لك أحبك، قال لك المجذوب، من أحبك كن له المحبة الصافية، ومن آذاك اتركه تلقى العافية. ماذا يعني هذا؟ يعني أن هذا الشخص ربما سيعود، سيراك ناجح في حياتك. انظر، أكبر انتقام تنتقمه من الشخص الذي أذاك هو أن تكون ناجحا وسعيدا. سيجدك ناجح، سيجدك سعيد، سيعود إليك، يريد أن يعيدك إليه. حذاري، قال لك لا تعود إلى الشخص الخائن، لا تعود إلى الشخص الخائن، لأنه لا يستحق، لا يستحق. وسيأتي شخص يحبك، هذا الشخص الذي يحبك هو الذي تحبه. ونأتي إلى نهاية هذه القراءة. أرجو أن تكون قد نالت إعجابكم يا أصحاب المجموعة الأولى. إذا أردتم البقاء معنا في المجموعة الثانية، أهلا بكم.
والآن اذهب إلى المجموعة الثانية، والذين اختاروا التارو روبن هود. إذن كيف سيكون تعويض الإله عن الظلم والخيانة؟ هل ستأخذ حقك منه؟ وما مصير هذا الظالم؟ نرى الأول طاقتك، أنت منطلق الآن في الحياة، منطلق. ربما هناك فكرة جديدة قد جاءتك إلى بالك، هناك فكرة جديدة قد جاءتك وتريد أن تحققها. ربما هذه الفكرة عندها علاقة بهذا الشيء الذي أذاك، عندها علاقة بالأذية التي أصابتك. فكرة، ربما أنت تفكر في أن تعالج نفسك، ربما تفكر الآن في الدخول في كورس مثلا لشفاء الطفل الداخلي، أو لتقوية ذاتك، أو تقوية نفسك، أو تقوية ثقتك بنفسك. لأن أحيانا احنا الضربات التي تأتينا تجعلنا نشك قليلا في قدراتنا. ربما أنت تفكر في أن تستعيد هذه القوة التي لديك، تستعيد قوتك، تستعيد قوة إرادتك، قوة شخصيتك. ربما تتعلم شيئا جديدا، ربما تريد أن تذهب لتتعلم شيئا جديدا، وكل هذا عنده علاقة، أو عنده علاقة أو كان بسبب هذا الأذى الذي أصابك، الذي أشعرك بالوهن. هنا أيضا هذا الشخص أراه شريكا عاطفيا وطعنك في قلبك منذ الفراق، تركك، غدر بك. والبعض الآخر لأنه قراءة عامة، قد يكون هذا الشخص من العائلة، لأن القلب دائما هناك. عفوا الكاميرا حركتها، لأنه هذا الشخص عندك يعني صلة عاطفية مع الشخص، قد يكون شخص من العائلة، لكن أغلب يعني هو شريك عاطفي. هذا الشريك العاطفي قد طعنك وغدر بك واستغلك ماديا، ربما أخذ أموالك، وأنت كنت شخصا مرحا، تحب الحياة، ناجح ماديا، عندك ناجح ماديا، عندك شيء مادي، وفرة مادية، ما قد تكون صغيرة أو كبيرة، لكن عندك ميسور يعني ماديا، وكنت عندك شغف في الحياة، تريد أن تحقق طموحات كثيرة، عندك طموحات كثيرة تريد أن تحققها، أحلام كثيرة تريد أن تحققها. من بين الأذى الذي أذاك هذا الشخص أنه كسر هذا الشغف الذي لديك، كسر الحب الحياة التي لديك، ولكنك تستعيدها الآن. انظر هنا شابة العصي وهنا شابة السيوف، وهما كلاهما يندران إلى نفس الاتجاه ويتجهان إلى نفس الاتجاه. هنا كنت واقف وهنا متحرك، يعني أنت كان عندك هذا المرح، هذا الحب، هذا الشغف أن تحقق أحلامك كان عندك، وهو حطمه، ولكنك الآن تعمل على استعادته. أنت لأنه موجود فيك داخليا، موجود في داخلك، إلا أنك كنت متأذى، متألم، متحطم. الآن أنت تستعيده فقط، لأنه يعني موجود أصلا عندك، مجرد أنك تستعيده، وأنك تستعيده بقوة. انظر، هنا كنت واقف وهنا أنت تقفز وتتجه نحو أحلامك لكي تحقق أحلامك، ربما تستعيد أموالك. سمارة، ربما الأغلب الذين يشاهدون هذه
المجموعة واختاروا مجموعة من نساء ربما، الله أعلم، سنرى. التعويض الإلهي، نجاح، the world، آخر الأوراق التارو، آخر أوراق التارو هي بطاقة إيجابية بامتياز، the world، العالم، تحقيق كل الأحلام، تحقيق كل الشيء الذي تريده أن تحققه ستحققه، النجاح، الإمبراطور، السلطة على حياتك، ستعيد ستستعيد سلطتك على حياتك، على حياتك أنت، على نفسك. أن ما الذي تريد أن تحققه هنا في الطاقة سيتحقق فعلا، ستصبح أنت مثل الإمبراطور في حياتك. يعني لا تنتبه، لا تركز كثيرا على الحياة التي تعيشها الآن، الحزن والهم الذي يصيبك الآن، أنت في المستقبل ستصبح مثل الإمبراطور، ستصبح ناجحا سعيدا، ستحقق كل أحلامك، يعني فعلا ستحقق كل أحلامك. فكن مطمئن، كن مطمئن، اترك الأمر على الله وعملك، اعمل اعمل واترك التوفيق من عند الله. ظهر الإمبراطور وظهرت ملك العصي، انظروا هذا البطاقتان كم هما متشابهتان، الإمبراطور والملك يجلسان نفس الجلسة، هذا يحمل هنا صولجانه، الملك أيضا هنا يضع يده على العرش وهنا يضع على النقد، يعني أنك خاصة الجانب المادي ستصبح مثل الملك، النقود وفرة المادية، هو أصلا استغلك ماديا ولكن لم ينقص من مالك، حتى وإن حتى تشعر بأنك الآن بحسرة لأنه أخذ أموالك هذا الشخص، لأنه للبعض منكم الذي هو شريك عاطفي، البعض منكم من العائلة أخذ أموالك، ولكن الله يعوضك، سترسترجع أموالك وتصبح أغنى وأكثر، أموالك أكثر وأكثر، تسترجعها أكثر وأكثر، أنك أنت درجة من شدة وفرتك المادية أنك تلعب حتى بالأموال، تلعب بهم لعب، بمعنى حرفي لكلمة تلعب بالأموال، هذه البطاقة. وتعويض أيضا بالشريك العاطفي المناسب، هناك الكوبين، شريك عاطفي فيه تناغم، فيه حب، علاقة تملأ الانسجام، توأم روح ربما، هذا هو التعويض الإلهي، سنرى بعض البطاقات. هذا الشخص الذي غدرك وطعنك وأخذ أموالك، واو، يبدو كأن الظلمة تصيبهم نفس الكارما، الظلمة تصيبهم نفس المصير، نرى هنا دمون، الأعمال السفلية السحرية التي تصنع في الليل، التي تحاك في الليل في الغسق، قل أعوذ برب الفلق، هؤلاء الذين يحيكون الأشياء في الليل في الظلام، هناك كلب، هناك ذئب، وهناك النهر الذي يخفي الأشياء والأشياء، هذا الشخص الكارما التي ستصيبه هو الأعمال السفلية، ستقام ضده أعمال سفلية، السحر، سيسحر، ستقام له أعمال سحرية، إضافة إلى أنه سيفقد أمواله، لأن الأموال التي يسرقها سيفقدها، ربما سيدخل حتى إلى السجن، ستدخل في خصامات مع أشخاص، هاد الأشخاص سينصبون عليه هذه الأموال ويتركونه بدون أموال، القراءة الأولى، القراءة الثانية،
أنه هو سينصب على هؤلاء وسيدخل إلى السجن وتذهب أمواله. هناك السجن وهناك خصامات وخلافات، وحتى إذا كان هذا الشخص كان متزوج بكم وتزوج من شخص آخر ورحل مع شخص آخر، فهناك خلافات مع هذا الشخص، خلافات وخصامات وفراق وفراق. إذن الأذى الذي سيصيب هذا الشخص، كاما عنده سحر ربما من طرف ثالث، الشريك الثالث، الطرف الثالث، إذا كان هناك طرف ثالث فهذا الطرف الثالث هو الذي سيسحره، هذا أول الأولى. ثانية، فقدان للأموال والدخول إلى السجن. هو يا إما سينصب على الآخرين، على الناس، ويدخل إلى السجن لأنه نصاب، أو سينصب عليه الآخرون ويصبح على الدص، يعني على الحديدة كما نقول. كانت هناك فكرة في رأسي، وده الطرف الثالث، عندها علاقة بالطرف، عندها علاقة بالسحر. السحر قلت لكم هذا السحر سيقوم به، إذا كان هناك طرف ثالث سيقوم، وهذا الطرف الثالث سيعمل له سحر، سحر في الظلام والقمر. أو هناك نصاب، أشخاص يريدون أن ينصبون عليه فيسحرونه، لأنه مكروه، يريدون أن يأخذوا أمواله. المهم هناك سحر في الأمر وفقر وسجن. وأنت التعويض إلى مثل ما قلنا، تعويض في الأموال وتعويض في العلاقة العاطفية. هناك فقط مفتاح هذا التعويض، المفتاح هو الإيمان، يجب أن تؤمن، لأنك إذا لم تؤمن كأنك لا تفرغ الماء في الرمال. الإيمان، الإيمان، ثم الإيمان. بطاقة الحب لنرى. Romantic feelings. Your feelings are real and worth exploring. أنت تشعر في داخلك بطاقة حب، عندك في داخلك طاقة حب عظيمة، تشعر بأنك عندك فائض من الحب والرومانسية، لذلك تريد أن تلتقي بهذا الشريك المناسب في أقرب فرصة لتعطيه هذا الحب، لتعطيه هذه الرومانسية التي تشعر بها بداخلك. أنت شخص عاطفي ورومانسي، تقول أين هذا الشخص الذي يستحق حبي فعلا؟ أين هذا الشخص الذي يستحق رومانسيتي فعلا، ويكون شخص فعلا شخص حقيقي وليس ندل مثل الآخرين؟ تقول لك هذه المشاعر الرومانسية التي تشعر بها حقيقية وستعيشها مع الشخص المناسب. نصائح الملائكة. أجملها بطاقات، وأجملها من بطاقات. كار غريسور، عندك قلب شافي، أنت عندك طاقة شفاء، عندك طاقة شفاء، قلب شافي. وهنا عندنا القلب اللي فيه 3 سيوف، ماذا يعني هذا؟ ربما أنت شعرت بألم كبير في القلب، لأنه أنت عندك القلب الذي يشفي، قلب الشافي. إذا كانت عندك شاكرة القلب مسدودة لأنها تغلقت طعنات، طعنات من الحب تجعل شاكرة القلب مسدودة، وتشعر بألم شديد في القلب كأنه يريد أن ينفجر في وسط الصدر، كأنه يوشك أن ينفجر، فهذا لأنه عندك قلب شافي يا صديقي. شاكرا يجب أن تفتح، يجب أن تفتح شاكرا القلب. هناك فيديوهات، ممارسات تأملية تجعل القلب يفتح، لأنك أنت عندك القلب الشافي، عندك vous avez de grands pouvoirs de guérisseur، عندك قدرة كبيرة على الشفاء، وأنت ربما اكتشفت هذا، عليك أن تكمل هذه الطريقة التي مشيتها.
تكمل طريق التشافي الذي مشيته، لأنك ربما تدعوك هذه البطاقة إلى أن تدخل في دراسات في مدارس للتعلم طريقة للتشافي ربما، لأن أنت في داخلك تقول لك البطاقة تعلم بأنك تملك يا ربما اللمسة الشافية، ربما مجرد أن تتحدث مع الآخرين يشعرون بأنهم بتحسن، مجرد أن تتحدث معهم يشعرون بأنهم قد تحسنوا، عندك طاقة إيجابية قوية، كلمات شافية، طاقة شافية، هالة شافية، قد تكون أيضا لمسة شافية. يجب أن تعرف أنت أين هي موهبتك، هذه الهبة أين هي، أين تكمن، وطورها وعالج القلب، عالج شكل القلب من الألم من الطعنة التي أخذتها، لتنفتح على الآخرين، وامشي في هذا الطريق، ربما حتى سافر وتعلم، تعلم كيف تطور هذه القدرة التي لديك. تقول لك يلا ضع الآن أمنية، الآن تعيش وقتا سحريا، ضع أمنية حالا وستراها تتحقق، أي أمنية في بالك ضعها الآن ستراها تتحقق، وتقول لك أيضا أتوندي انتظر، ne passez pas l'action maintenant, attendez le bon moment, les résultats n'en seront que meilleurs. هذا الشيء الذي تريد أن تحققه الكارما، انتظر انتظر لا تستعجل، انتظر ولا تستعجل، ربما هنا تقوم بشيء حركة قوية وسريعة، انتظر سيتحقق الشيء الذي تريده، خاصة كارما في هذا الشخص، انتظر وانظر ما سيحصل لهذا الشخص. نأخذ لك الفأل يا عزيزي، طلعت للغابة لقيت الدرو يابس، قلت له يا درو القمر يمشي ولا حابس، قال لي مفرش زربية وحدها الطاووس، طاووس بجماله وكبريائه وألوانه كله حاضر، يعني مستقبل مشرق، كل شيء جميل ومستقبل مشرق، وأتمنى لكم كل الخير وتحقيق كل الأمنيات التي تريدونها والتشافي لقلوبكم والعيش مع أحبابكم وعائلاتكم، ونلتقي في فيديو قادم، أتمنى لكم الحب والخير، دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.